قول والله فرصة ما في حد فرصة نخلص يا ويقول يا من أناجيه في جوفي فيسمعني ويرى الدموع وإن أخفت أجفاني لذت إليك فما للقلب من أحد لذت إليك يا فما للقلب من أحد أأوي إليه فيخفي هم أحزاني الله أنت مريض مرة فإذا بي أكتب بيتين من الفصحى يلا فقلت فيها كنت مريض كنت مريضة مرة فكنت فإذا بي أكتب بيتين من الفصحى أنت مريض قبل تسبك فيها أنت قبل عشان كده تتكلم بالفصحى عشان يزبط معك والله أسنى. والله أنا كتبت الفصحى إي بس ليش تتكلم بالفصحى عشان أنا تمسك يلا 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 قلت فيها إيش يا سلام يا ربي إني قد أصبت بعلة يا ربي إني قد أصبت بعلة فلتشفني أنت القدير الشافي يا ربي إني قد أصبت بعلة فلتشفني أنت القدير الشافي إن كنت قد جازيتني عن زلة فلتغفر الذنب الجلي والخافي إن كنت قد جازيتني عن زلة فلتغفر الذنب الجلي والخافي جنتني سمعت البيتين اي والله والله يا ربي إني قد أصبت بعلة فلتشفني أنت القدير الشافي إن كنت قد جازيتني عن زلة فلتغفر الذنب الجلي والخافي سلام عليك زود سلام اسمع أبو معيض ولا هم هذا اسمع يقول مثلمنا الوطن ربان على الطيب سلام أنا أدي لكم خالد بجيكم راقي روح روح يا رب أدي لكم خالد بجيكم إي والله تكفى اسحبوا معدانه مثل من الوطن ربان عطيب مثل من الوطن ربان عطيب بس يصير أسد من يلمح الذيب مثل من الوطن مثل من الوطن مثل من الوطن ربان عطيب بس يصير أسد من يلمح الذيب مثل من الوطن ربان عطيب بس يصير أسد من يلمح الذيب أسد باد وطنا لذياب تخاف منا لذياب تخاف منا 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 ومسلمين ومسلمين والقلب مطعون والقلب مطعون ومسلمين والناصر الله مثل من الوطن تعال الناس أفلحت الطيور طارت برزاقها الطيور طارت الله طارت.